हेलो सबक सुना भाई, फिर से सुना। ये तख्ती 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 आती करे, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, इन तीनों को भी हरूफ़े मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ के, जैसे बा खड़ा जबर बा बराबर है बा अलिफ जबर बा के। ये भीड़े को लगाया हमें पूरे उतना लोगों की जो कम की जो जीन को हा बोल रही हाँ खा खड़ा जबर खा दाल खड़ा जबर दा दाल खड़ा जबर दा र खड़ा जबर र जा खड़ा जबर जा सीन खड़ा जबर सा। चलो فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله ومن أصدق ومن أصدق ومن أصدق من الله قيلا بأمانيكم ولا أمانيك أهل الكتاب أهل الكتاب ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. سلام وأخر متشابهات
تأويله تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تضغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ورحمة من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهاب Kalau keram ya? Wahab. Hah? Wahab. Jadi? Wahab. Saya sebalik ya, makhluk jawara. Kebaikan saya sejajar ke mana? Kau lain pun buat ni? Taro. زور سے پڑھو ادھر آٹھو یس کھینچنا نہیں زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا سی نے زبان باہر کیوں آ رہی سی می مو م بابا بیچ میں آؤ یارو فقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم زور سے پڑھا فالله يحكم بينهم والقيامة فيما كانوا يخ کتنے وقت لکھے بھائی یارو اظہار ہے ومن اظلم أن يذكر لهم في الدنيا لهم